تحدثنا أيضا على بعض الموضوعات الخاصة بأهمية استعادة الاستقرار في المنطقة في دول زي السودان وزي ليبيا وبقية الدول، حتى يعني حالة الاضطراب اللي موجود فيها الإقليم تنتهي وتتراجع، وأيضا إن لا تنزلق المنطقة لاضطراب أكتر من كده أو يتسع الصراع فيها أكتر من كده في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيره. أختم كلامي إن إحنا تحدثنا أيضا على موضوع مهم جدا إحنا بنضع فيه أولوياتنا، هو خاص بملف مياه النيل وتحديدا سد النهضة والتفاوض مع أثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وبقول إن إحنا أكتر من 10 سنوات وإحنا يعني بنحاول نصل إلى اتفاق طبقا للمعايير والقوانين الدولية للمياه العابرة أو الأنهار العابرة للحدود. وبقول هنا لينا كلنا عشان يبقى واضح إن مصر ليست لديها وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله آلاف السنين بيتحرك بلا عوائق.